قالت له العود العصي المسمى وعدل عوجها بالفعول اعتدالي وجه السعد درع البلد لا عدمنا ابن الملك اللي على الشعب غالي سلمان وبوح وجده معز اشبال من دم راس وشوف
11:30 بتوقيت السعودية، كورة ينطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا ختام الدوري الأغلى، الهلال يواجه الفيصلي في مباراة التتويج. في صراع الهروب من الهبوط، 6 أندية تنتظر مصيرها. تحضيرا لطوكيو، الأخضر الأولمبي يقيم معسكرا في إسبانيا. قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب تضع الأخضر في المجموعة الرابعة. أخضر تحت 20 عام يواصل تدريباته ضمن معسكر كرواتيا. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوف كرة لهالمساء. أبدأ بالعزيز أبو تركي مجد ويجري. هلا وسهلا. يا هلا والله أبو شديد، أهلا وسهلا. إن شاء الله مع أبو فيصل وأبو أحمد نقدم حلقة جميلة. أنا قلت أبو فيصل وأبو أحمد ما يدرون، عاد نتكلم. أي الحين بقول إيه. أنا بعلمه إيه. العزيز أبو فيصل سلمان الجابري، هلا وسهلا. يا هلا وسهلا تركي، مساء الخير عليك وعلى حبيبنا اللي وحشنا من زمان. حبيبي أبو تركي والزميل العزيز عبد الغني الشريف وجميع السادة المشاهدين الكرام. والعزيز أبو أحمد عبد الغني الشريف، هلا وسهلا. هلا والله فيك أبو شديد، وبالغالي أبو تركي اللي هو أنا أعتبره ميسي برنامج كورة، دائما مميز في تمريراته، فيعني حضوره الجميل، وبمسي على أبو فيصل وعلى المشاهدين والمشاهدات. وكمان رحب بكل من انضم لمتابعتنا في حلقة اليوم. مناسب لك ميسي؟ ميسي؟ هو قال لك أنت ميسي برنامج كورة تمريراته. الله ما سمعته والله. صريح خطير هذا. أبو أحمد يعني أكرمني بأكثر مما أستحق. يعني مناسب لك، شوف ميسي كويس. والله أنا ميسي كويس، مع أني أحب كريستيانو، بس يلا مشي عشان ما دام جات من أبو أحمد لقب جميل. ماجد إضافة أكيد، ولا تهون أبو أحمد ولا يهون أبو فيصل، كل النجوم الجميع والله. كرة. طيب نفتح ملف الجولة 29 من دوري سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونحكي إن شاء الله بكل التفاصيل. أفضل الستار على مواجهات المرحلة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق الهلال اللقب قبل انتهاء البطولة بجولة واحدة، فيما ضمن فريقا الشباب والاتحاد المشاركة في دوري أبطال آسيا في العام المقبل. البداية كانت بلقاء التعاون والهلال الذي يقيم في بريدة، وفيه تمكن أزرق العاصمة من الانتصار بهدف دون رد، ليعلن رسمياً انتهاء الأمور والمحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي والـ17 في تاريخه. أما السكري فتراجع للمرتبة الرابعة بـ47 نقطة. ومن المجمع عاد ليوث العاصمة بانتصار كبير على مضيفهم فريق الفيصلي قوامه 5 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد مدينة المجمع الرياضية، ليحافظ الشباب على الوصافة بـ54 نقطة، بينما بقي عنابس دير على نقاطه 36 في المقعد 9. وعلى أرض الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تمكن الاتحاد من التغلب على العين بهدف دون رد، ليرتقي العميد للمقعد 3 بـ53 نقطة. أما العين فبقي على نقاطه 20 في قاع الترتيب. وفي أبها وتحديداً استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، تعادل فريقا أبها والأهلي بهدف لمثله، ليتقدم أبها للمركز 11 بـ35 نقطة، فيما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 39 في المرتبة 8. واستطاع الاتفاق الفوز على ضيفه الرائد 3 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يرتفع رصيد فرسان الدهناء للنقطة 44 في المركز 6، بينما لا زال الرائد في المرتبة 10 بـ35 نقطة. وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، كسب الفتح شقيقه القادسية 3 أهداف نظيفة، ليبلغ النموذج النقطة 41 في المقعد 7. أما القادسية فتراجع للمركز 12 بـ34 نقطة. وفي مكة المكرمة
انتهت مواجهة الوحدة بالنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. فرسان مكة في المرتبة 15 ب32 نقطة، فيما يملك فارس نجد 46 نقطة في المقعد الخامس. أخيراً، عاد ضمك من حفر الباطن بانتصار ثمين على مضيفه الباطن بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد فارس الجنوب للنقطة 33 في المركز 13، بينما بقي السماوي على نقاطه 33 وتراجع للمرتبة 14. خليني أبدأ معك أبو تركي. طبعا هذه نتائج الجولة 29 بعد ما ضمن الهلال وبطولة الدوري وتتويج بكرة، الآن النظر كله صار أو الأنظار كلها راحت للفرق، اللي مين اللي حيبقى ومين اللي حيغادر، والدنيا في ترقب كبير. خلينا نحكي عن الجولة بشكل عام، نأخذ الفرق وبعدين إن شاء الله نعرج لكل التفاصيل الثانية فيما يخص الهبوط. شوف، هو بالنسبة للمقدمة، الهلال قبل من خلال مباراته مع التعاون حسم اللقب، وبالتالي أصبحت المباريات الثانية اللي تخص الفريق الاتحادي أو اللي كانت تخص الفريق الشبابي فقط لمجرد البحث عن البطاقات الآسيوية اللي يعني حسمت واتضحت من خلال الهلال البطل ومن خلال وصيف الشباب وأيضا الاتحاد صاحب المركز الثالث والفيصلي حامل لقب كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين. شوف أبو جديد، إذا كنا حنضع فوكس ونحلل الـ 16 فريق بشكل فعلي وبشكل سريع، أنا في نظري الفريق الوحيد اللي عنده ثبات في الأداء وثبات أيضا في النتائج أوكي هو فريق التعاون. إنما كل الفرق بما فيها الهلال حامل اللقب عاشوا مباريات حبة فوق وحبة تحت، عاشوا مباريات يعني مثل الهلال لو تستعرض خسر مثلا من أبها، خسر من ضمك، خسر ما نقول مفاجأة لكن خسائر غير متوقعة على فريق مثل الهلال وبقيمة الهلال ويبحث عن اللقب. ومثل ما قال عبد الغني شريف في حلقة ماضية، لو تعمل مقارنة بين النقاط الهلال الموسم اللي راح ونقاط الموسم هذا حتجد فارق، عدد الأهداف المسجلة له وعليه حتجد فارق. صحيح. هذا يعطيك دلالة على أنه الموسم هذا من الناحية الفنية كان ضعيف بدرجة كبيرة. يزعل مثلا مني المشجع الهلالي أو الإعلامي الهلالي لما أطرح مثل هذا، أنا أبدا لا أقلل. الهلال قدر أنه يأكل بيده وقدر يجيب البطولة ويستحقها ومبروك، لكن أنا أقول ظروف غلفت مش الدوري السعودي الحالة، غلفت دوريات العالم. يعني اليوم لو تجي على برشلونة باسمه وصيته، على مانشستر باسمه وصيته، نفس الشيء مدريد وغيره وغيره، ما يمكن لا تلاقي النجم بمستوى ثابت ولا تلاقي الفريق بمستوى ثابت، كلهم عندهم هذا الترنح. أنا أرجع أقول إذا استثنيت التعاون، اللي أنا يعني لمحبين التعاون أقول أنهم استنزفوا جهد كبير من الناحية المعنوية والبدنية في مباراة ما أقول أنها مهمة، المباراة الأخيرة مع الهلال، لكنها يعني لا تصل إلى مرتبة الأهمية في النهائي. صحيح. أوكي، استنزفوا من ناحية اللاعبين ووجودهم، اللاعبين المهمين ووجودهم كلاعبين أساسيين، جهد بدني جهد نفسي، بدليل أن الهلال فاز بهدف جوميز، يعني هدف يتيم وهدف بصعوبة يعني، وكان التعاون من الممكن حتى آخر لحظة يدرك التعادل. لذلك أنا أقول أن اللي خطط هو من تسبب في إخراج التعاون، يستاهل طبعا الفيصلي ومبارك له إدارته وجماهيره والأستاذ الكبير فهد المدلج، هذا الرياضي الكبير اللي يعرف كيف يجيب البطولة لفريقه. ألف مبروك، إنجاز عظيم وإنجاز مهم. نرجع ونقول يعني أنا ما ودي أطول عشان أبو فيصل وأبو أحمد، لكن أرجع وأقول أني أنا في نظري أكبر جرس انذار الآن يهدد وحدة مكة. أوكي، ستقابل الشباب، الشباب فريق عنده 7 أجانب كل واحد
يقدر يغير نتيجة مباراة فريق قوي وفريق ما عنده شيء يخسره، بينما أنت عندك كل الأشياء اللي من الممكن أن تخسرها اللي هي أنك تودع إلى دوري الدرجة الأولى. يبقى السؤال، من وضع الوحدة بهذا المأزق؟ أنا في تقديري في الدرجة الأولى إدارة، وفي الدرجة الثانية جهاز فني، وفي الدرجة الثالثة لاعبين، أو نجمعهم مع بعض. يعني أنا يعني أستغرب وأعيدها وأكررها، ترى اللي حدث ويمكنني قلتها لكن أبعيدها لأهميتها، اللي حدث أنه مدرب مطرود مباراة ضمك، المباراة اللي لعبتوها قبل مباراتكم أمام النصر بالبطاقة الحمراء، ومدرب محترف وسبق وأن خاض تجربة مع الهلال، يجيك ويجلس على البنش ولا كأن يعني وين الإدارة؟ وين المشرف على الفريق؟ خطأ كارثي. أنا قلتها، أنا لو أنا أضم أنا وياك دوري حواري يا أبو شديد والله ما تحصل ذا الأخطاء، هالخطأ ما يحصل، ولو حصل ما تغتفر. أوكي، فهذه من ضمن الأشياء اللي تدلك على الفوضى داخل نادي الوحدة. وصلني مسج عتب من بعض المهتمين بالشأن الوحداوي من الحلقة الماضية بأن قصيت، أنتم اللي قصيتوا على أنفسكم، أنتم اللي وضعتم أنفسكم في هذا المأزق. يعني مو معقول، شوف من غير تقليل لا من ضمك ولا من الباطن ولا من أبها ولا من أي فريق، الوحدة ترى نادي عريق، نعم. اسم كبير بمكانته بمنزلته بجماهيره بإعلامه بلاعبينه، أسماء كثيرة في الوحدة مثلت المنتخب الأول، ومن ضمنه حبيبنا حاتم خيامي، سمير عبد، أسماء عد وغلط. فتاريخ الإرث اللي يملك الوحدة يخلينا نتكلم عن الوحدة بهذه الحلقة. عموما الدنيا لا زالت بخطر، وإن شاء الله ختام مميز وتنظيم أحلى إن شاء الله، ونقول إن شاء الله مبروك للباقين وهارد لك للهابطين. أبو فيصل، الله يشوف دوري صراحة دوري متغير متقلب كثير هذا الموسم، ومثل ما ذكر أبو تركي هو التقلبات هذه والتذبذب اللي صار في المستويات والنتائج هو طبيعي في ظل يعني الظروف المحيطة بالعالم بشكل عام. يعني جائحة كورونا أثرت على منتخبات وعلى الفيفا نفسه وعلى تغير وتأجيل بطولات، وبالتالي موضوع هذا التحول أو هذا التذبذب أمر طبيعي. لا تنسى أيضا أنه تداخل الموسمين، الموسم الماضي والموسم الحالي مع بعض، أثرت على استعدادات الفريق، وبالتالي شاهدنا أنه في انخفاض كبير في المستويات، حتى أنه الفرق اللي في منطقة الدفء والمنطقة الدافئة هذه ترى الموسم هذه مختلف. اليوم إحنا مثلا في صراع الهبوط دائما نشوف من 3 إلى 4 فرق، اليوم تتحدث على 7 أو 8 فرق، وبالتالي واضح انه في تاثر وفي تدني في المستويات. والدليل على ذلك ايضا موضوع النتائج، يعني مثلا ضمك كنا له كل التقدير والاحترام، وانا لو سالتني على المستوى الشخصي اتمنى حقيقه انه ضمك من بين الفرق ال7 و8 هذه المهدده ضمك يبقى. اليوم ضمك فايز على الهلال وفايز على الاهلي وفايز على النصر ومتعادل مع الاتحاد، وبالتالي يأكد لك انه حتى الفرق الكبيره هذا الموسم في تذبذب كبير في مستوياتها. ولكن حقيقه من حصل شيء يستاهله، يعني اليوم الهلال من يشكك، ايضا البعض يشكك احيانا في انجاز الهلال انه يعزيه الى تدني المستويات وضعف الفرق، لا، من حصل بطوله ايضا انجاز الفيصلي حقيقه يحسب له. اليوم الفيصلي اتصور انه بذكاء خطف اهم ثمره له، انك انت بهذه الكاس الغاليه وصلت الى 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 الى, إلى مقعد اسيوي، اللي اليوم 3 عندنا 4 فرق قاعد تتنافس عشان توصل لهذه الخاصيه وهذه الميزه. لو جينا على الفرق اللي في 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 مؤخر الترتيب او في 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 منطقه الصراع، انا اتصور انه الوحده للامانه يعيش يعني اصعب واسوأ ظروف، وابو تركي اسهى في هذا الموضوع. والامانه يعني انا الخطا اللي شفته من اداره الوحده في الابقاء على مدرب مطرود، يا اخي عجزت تلقى له تفسير. يعني انت انا مليون بالمية ما ودي ادخل في نواياهم، لكن انت عارف المباراه اللي قبلها مطرود، فكيف تبقيه؟ هل لاهميه يعني انت عارف انه في عقوبه ودارس انه في عقوبه وشهرين، طب انت عندك مباراه اهم الان وتحتاج لمباراه تعتبر مباراه نهائيه، مباراه نهايه موسم، وامام فريق كبير جدا انك تخسرها
بسبة خطأ. واليوم صدر قرار لجنة الانضباط وبعاد المدرب عن الفريق وغرامة مالية. أنا أتصور أن الوضع في الوحدة كان يحتاج إلى الهدوء. صحيح أن مواجهة النصر كانت مصيرية، لكنك تخسر مدرب بهذه الطريقة صعب جدا. الباطن مواجهة ربما تكون سهلة على الورق بالنسبة للباطن، ولكن حقيقة أنا لما شاهدت العين في مباراته مع الاتحاد، حتى هو فريق مودع من 3-4 جولات، فريق ترى صعب. مباراة الاتحاد شوط ثاني ضاغط الاتحاد في ملعبه، وكان ممكن يغير النتيجة وضع ركلة جزاء في آخر الدقائق. فبالتالي الباطن إذا يعني استهون هذه المباراة، وإذا ما دخل بعزيمة الفوز ومباراة مصيرية، ربما تكون صعبة عليه. لكن في كل الأحوال أنا وجهة نظر خاصة أن أتصور أنه اللي رافق العين ربما يكون القادسية والوحدة، وهذا توقع وقراءة عطفا على المستويات الفنية وخاصة المستويات الأخيرة بالنسبة للوحدة والقادسية. وبكرة حيبين كثير في تفاصيل صغيرة تختلف في آخر جولة. أبو أحمد، أول شيء يعني قبل أتكلم عن ختام الموسم، يعني يحز في نفسنا لما ينتهي دوري أو يبدأ دوري ما نخرج مثلا بإحصائيات من أبطال الدوري في المواسم الماضية. يعني حز في نفسك أنه الاتحاد السعودي لكرة القدم يمكن قبل الإمارات والكويت وقبل الدول كثيرة، لكنه ما عنده تاريخ أرشفة أو حتى توثيق لبطولات الدوري. أنا أشوف أنه الآن مثلا في محاولة أنه يحاولوا أنه يوثقوا، لكن لما تبغى ترسخ أنه الآن في العقول أنه الدوري بدأ في 1977 وتبغى يعني تحجب 20 سنة اللي هي بدأ فيها الدوري في 1957 بموافقة الفيفا، أنا أشوف بصراحة يعني ما يليق. يعني إحنا نتمنى يكون عندنا لما نتكلم عن بداية الموسم نقول والله هذا السجل الذهبي للأبطال، لما ينتهي الموسم نقول هذا السجل الذهبي. أنا أتمنى أن اتحاد الكرة يتواصل مع يعني الناس المختصين اللي عندهم التاريخ، وعندنا رجل شاهد على العصر مثل الأمير خالد الفيصل، يعني ساهم في الرياضة السعودية، ممكن يعني نتواصل معه ونتواصل مع قامات كبيرة جدا، الأستاذ عبد الرحمن دهام، أسماء كبيرة، لنوثق البطولات في السعودية أو الدوري السعودي بشكل يعني مهم. لأنه لما أدخل على موقع الاتحاد السعودي وما أعرف مين أبطال الدوري وكل فريق وكل نادي بيحط أبطال، أنا أشوف هذه بصراحة لا تليق بالرياضة السعودية أو كرة القدم بالتحديد. بالنسبة للدوري أنا أشوف يعني في أمرين مهمين لابد ان احنا الان احنا نقول الهلال اكيد انه غرد خارج السرب، يعني استفاد من 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 الدوري، واستفاد. ما اقول لك الدوري ضعيف، لا، يعني انا اقول لك الارقام الفنيه يعني ضعيفه، لكن هو نجح انه يحقق الدوري، وهذا هي كره القدم في النهايه. التاريخ لا يسجل انك الدوري ضعيف او دوري قوي، يسجل بطوله لك وهذا المهم. لكن لما ناخذ مثلا على الانديه، لما يعني ابو تركي انتقل اداره الوحده، انا يعني معاه 100%. يعني فريق انت العام الموسم الماضي منهي في الموسم في المركز الرابع، الان انت الان قريب من الهبوط، يعني 90% الهبوط تقريبا للوحده. هذا يعني عمل، ايش اسبابه؟ اكيد اسبابه اداريه، يعني ما هو انت كنت ناجح وماشي بشكل جيد فجاه يكون عندك هذا الدروب القوي جدا، والاخطاء الاداريه في التعاقدات، ويعني رحيل بعض اللعيبه، يعني استغناء عن بعض اللعيبه، الاسماء الجديده. انا اعتقد انه الوحده كان بحاجه لرجل مثل خبره حاتم خيمي، اللي احنا ما نجامله، لا احنا نقول لانه رجل كروي. يعني حاتم خيمي من 2017 من افضل الرؤساء اللي تعاقدوا مع لاعبين يعني اجانب، ليه؟ لانه عنده الخبره الكرويه. ايضا انظر مثلا للنادي الاهلي، نفس المشكله الاداره السابقه، اداره سعد الله مؤمنه، كانت سوت كوارث في النادي الاهلي ووضعت النادي في هذا. في المقابل لابد اشيد بادارتين، اداره انمار الحايلي اللي قفز من الاتحاد من المركز ال11 هذا الموسم، وصل بطوله العربيه النهائي، وان شاء الله يوفقه، والان بين المركز الثاني والثالث. في الجانب الاخر اداره الاستاذ خالد البلطان، الموسم الماضي كانت في المركز السابع، الموسم هذا بتنافس على البطوله الى اخر جولتين. فهذا هنا يحسب للادارات اللي بتعمل بشكل جيد. طبعا بالاكيد ان نبارك للفيصلي، اداره الفيصلي انا دائما اقولها اداره تغرد خارج السرب، الوحيد اللي عنده مشروع هو فهد المدلج، اما البقيه كله بس استهلاك، هو فهد المدلج ومن بعده ياتي التعاون. في انديه غريبه هذا الموسم، يعني ابها الموسم الماضي كان بشكل جيد، الموسم هذا فيه تراجع، يمكن يعني الموسم هذا من اقل المواسم
يعني الفترة الزمنية 7 شهور، احنا بدينا في شهر اكتوبر وانتهي الان في نهاية مايو، يعني الموسم كان اكيد مضغوط لكن في تقلبات كثيرة. بالنسبة للهبوط انا يمكن قلت لك المرة الماضية الوحدة وضع صعب جدا صراحة، 32 نقطة وامام الشباب، الشباب يهمه الفوز لانه يبغى المركز الثاني، الثاني مؤهل دايركت على ابطال اسيا، فلذلك يعني موقف الوحدة صعب جدا، حتى فوز الوحدة ايضا على الشباب حيدخله ايضا بحسابات اخرى، انه الباطن يخسر، انه ضمك يخسر، انه هذه كلها اشياء حسابات اخرى، يمكن اقل الاندية هي الرائد، يعني ممكن حسابات يعني حتكون يحتاج لها حسابات طويلة جدا الدخول، القادسية وابها، ابها ممكن يحتاج نقطة بيرتاح، القادسية ممكن تعادله، ممكن يدخله في لعبة الحسابات. لكن أرى أنه تقريبا أنا بالنسبة لي 90% الوحدة وضعه صعب جدا هو الأقرب، لكن المركز الثالث في الهبوط أنا أشوف بين ضمك بين الباطن ممكن يدخل في اللعبة القادسية، لكن نتمنى إن شاء الله أن تكون مباريات جميلة جدا، التحكيم لأنه هذه بصراحة يعني بالذات في الهبوط لا يقبل أي أخطاء، لذلك أتمنى اختيار من اللجنة الحكام الأكفأ خاصة في المباريات الحساسة، وإن شاء الله نقول مبروك للهلال ومبروك للأندية اللي حتبقى واللي يودع، نقول له ان شاء الله تستفيد من تجربه الحزم والفيحاء انك ترجع بشكل سريع للدوري الامير محمد بن سلمان. هنروح لفاصل قصير ومن ثم نعود. غدا ختام الدوري الأغلى، الهلال يواجه الفيصلي في مباراة التتويج. في صراع الهروب من الهبوط 6 أندية تنتظر مصيرها. تحضيرا لطوكيو الأخضر الأولمبي يقيم معسكرا في إسبانيا. قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب تضع الأخضر في المجموعة الرابعة. أخضر تحت 20 عام يواصل تدريباته ضمن معسكر كرواتيا. حياكم الله من جديد ونرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، ماجد وجد سليمان الجابري وعبد الغني الشريف هم ضيوف هذه الحلقة، نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء، نبارك لكل جماهير تشيلسي حصول تشيلسي على بطولة دوري أبطال أوروبا، هارد لكل محبي السيتي. كنت مع مين ماجد؟ أنا مع تشيلسي صراحة. مفيصل بلوز. أبو أحمد تشيلسي كمان؟ أنا والله أنا أكيد برشلوني بس اليوم مع تشيلسي لأنه بيلعب كرة قدم جميلة جدا، ما في أسماء لكن في عطاء داخل الملعب. يا ليتني سألكم قبل ما تنتهي المباراة. لا أنا عشان فيصل ملوقي، فيصل متعصب وحبيبي فيصل. مسي بخير يستاهل. ولدي فيصل. يستاهل. أنت عارفني يا تركي أنا متابع المباراة من أول، أنت عارف. كنا متابعين. كنت تتابع للسيتي. لا قلت لك تشيلسي أزرق أنا من زمان، أحب أي شيء أزرق. طيب خلينا نروح نشوف هدف الجولة. هدف هشام فايق شباب. أجمل هدف الجولة كان هدف هشام فايق لاعب الفيصلي في مرمى الشباب. أجمل هدف هدف هشام فايق. أجمل هدف هشام فايق في مرمى الشباب. الهدف الأجمل هدف كويبا في مرمى القادسية. أفضل هدف الجولة هدف اللاعب هشام فايق. أفضل هدف هدف كويفا في مرمى القادسية. أفضل هدف هدف هشام فايق لاعب فريق الفيصلي في مرمى الشباب. أفضل هدف في الجولة هدف لاعب نادي الفيصلي هشام فايق. أفضل هدف هدف كويفا الثاني في مرمى القادسية. أفضل هدف هو هدف كويفا لاعب نادي الفتح في مرمى نادي القادسية. أفضل هدف في الجولة هدف عبدالله العمار في مرمى الباطن. أفضل هدف هدف هشام فايق. أجمل هدف في الجولة هدف لاعب نادي الفتح كويفا. هدف هشام فايق في مرمى الشباب. هدف هشام فايق. أفضل هدف كويفا. أفضل هدف في الجولة 29
هدف عبد الله العمار لاعب ضمك في مرمى فريق الباطن. أجمل هدف هدف الفيصلي في مرمى الشباب. هدف اللاعب كويفا في مرمى القادسية. الشباب واحد من أفضل المهاجمين. إيكالو كرة مرة، المحاولة من هشام فايق. يسجل هدفا عالميا عالميا. والله هدف رايق من هشام فايق. عارف لا قالوا لك ايش يسمونها لب هي صراحة. أقول لأبو أميرة أول شيء حاتم خيامي هارد لك، خسره ما صوت له. وأقول للي صوت في هالجولة تحديدا لغير هدف هشام فايق عنده عمى أهداف. صدق صدقا هدف تصريح خطير، هدف يدرس، هدف كذا. شوف لما يفوز هذا الهدف ويجون أكبر ما بين المعدين والمحللين وفريق كورة ويختارونه ويفوز، فريقه خسران كم؟ خسران 5 من الشباب، ويجي هذا الهدف الوحيد في مباراة الفيصلي فيها في إعداد المنتهي ذيك المباراة، وكأنه الفريق الفيصلي من الناحية المعنوية والفنية فكره في استاد الملك فهد، يعني في ذاك اليوم ما كان قلوبهم، أنا متأكد ما كانت في المجمعة، كانت في استاد الملك فهد. يفكرون في النهاية. أيوة في النهاية يفكرون في النهاية، عكس التعاونيين، العكس تماما. التعاونيين فكروا أنهم يفرملون الهلال، هم مش عشان يفرملون الهلال، هم عشان يضمنون بطاقة آسيوية. طب أنت تضمن البطاقة الآسيوية لو حققت النهائي مع شرف حصولك على البطولة. إجمالا هدف يدرس يعلم. لو أنا أتوقع لو مثلا تجمع أفضل 10 أهداف في الموسم لازم حيكون من بينها. ولازم نكون من الإنصاف نذكر أنك أنت فزت في هدف الجولة، لأنه تعرف لو أنك مجاوب أو اختار خيار ما فاز. أهم شيء عايض، ما العايض صوت الهدف اللي مصوت له، عايض ما صوت له إلا هو نايف مشهور بس. 2 بس. يا جماعة يا جماعة ركزوا يا فريق كورة يا فريق. أنا بقول لك شيء، أنا بعطيك المساحة. نواف الودع، نواف كسب معي. إيه؟ أهم شيء نواف. من همك، من همك في هذا الموضوع؟ من اللي كان يناقشك حول موضوع اختيار الأهداف؟ موجود موجود كان موجود يعني يشوفني أثناء العرض أتحمس. إيه؟ وكأني أنا ماجد عبد الله مسجل جول في الدقيقة 91. أيوه؟ في الوقت بدل الضايع. إيه؟ فرحتي يشوفني كيف أتحمس وكيف أنا مشدود. خسرت له مرة قبل ما تبدأ الحلقة، يقول لي الله العالم إنك اليوم تخسر في لاعب الجولة وهداف الجولة، وفعلا خسرت. يقول لي ما أدري عن شيء، أنا أشوفها زي زيكم. ودي أصدق. ارتحت الحين؟ إيه؟ خلاص قلت كل اللي في خاطري خلاص. هدف يا هدف تركي صراحة، هدف جميل، هدف في فكر لاعب. وللأمانة هشام فايق يمكن من أفضل الانتدابات اللي قدمها لنا الفيصلي هذا الموسم. لاعب يعني في لاعبين تقول يلعب بمخه أكثر من قدمه، هذا لاعب يلعب مخه، حتى الاختيار الزاوية وطريقة التنفيذ واضح إنه اللاعب لا حافظ المرمى، يعني شوف هو مو رأس حربة، هو صانع لعب. ولكن أحيانا بعض اللاعبين يعرف مقاسات الملعب، يعرف موقعه وين، وبالتالي التنفيذ يكون حسب هو مراسم المرمى فيه. هذا حقيقة لمسة لاعب فنان. وسجل هدف وتفوز بأفضل هدف وأنت خسران، أعتقد أنه يستحق هذا اللاعب. لمال أنا من الناس اللي من أول الموسم هشام فايق يعني من أكثر اللاعبين، وأنت تشوفه
تحس انه رسام في الملعب. حتى كورته ترى ما هي صعبه، كوره سهله جدا. لو انت تصوت معنا حتصوت له؟ اي طبعا ما شاء الله هشام، شفت شلون؟ طبعا. طيب ابو احمد ايش رايك، تتفق مع هالهدف ولا الكويفا؟ اكيد اكيد، لا بالتاكيد انا اتفق مع الهدف مليون في المره، لانه الهدف هذا من يعني نفس المدرسه اللي بيقدم فيها كريستيانو رونالدو، دائما بيسجل لك اهداف بطريقه يعني انت ما تتوقع الهدف، فمن الاهداف الجميله جدا اللي بنشوفها في اوروبا، والان بدينا نشوفها على الملاعب السعوديه. يمكن هشام فايق هو كان خليفه يوسف الجبلي، انا اعتقد انه يعني اكيد انه لاعب جيد، لكن انا ما اشوف انه ارقامه كانت هذا الموسم يعني ايجابيه، سجل 3 اهداف، صنع 4 اهداف، اكيد انه عنده الافضل وعنده الاجمل، لكن حتى الدروب اللي كان للفيصلي اكيد ممكن اثر عليه في الدوري بشكل اكبر، لكنه يظل من اللعيبه المميزين. لكن مقارنه بيوسف الجبلي انا اشوف لا، صراحه يوسف الجبلي كان افضل كثير في الفيصلي، وحتى الان مع الباطن يعني افضل، مسجل 4 اهداف وصانع 10 اهداف. لكن ممكن للموسم الجاي اكيد انه ممكن اذا 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 جلس مع الفريق اكيد حيكون التاقلم متعود على الاجواء. ودائما شوف يعني ميزه فهد المدلج او ميزه التعاونيين دائما يختاروا اللاعب بشكل ذكي جدا ويصبر على اللاعب، وهذا دائما من حسن النجاح. يعني حتى تفريز في بدايه الموسم ما كان يعني جيد مع الارقام كثيره مع الفيصلي، لكن شوف في النهائي لاول مره يعني سجل 3 اهداف، ويمكن اول مره هاتريك في نهائي كاس الملك، ودخل نفسه سجل الفيصلي بطل. فاعتقد انه اتفق يعني اللي ما يختار مثل هذا الهدف ما اعتقد انه ممكن شاف اهداف بطريقه كريستيانو رونالدو اللي بيسجلها سواء في الدوري الايطالي او قبل كده في الدوري الاسباني. طيب قبل ما اروح اشوف لاعب الجوله، انت تقول لي ان وجود احيانا يعلمك، يقول لك اتوقع انك ما احساسي، يقول احساسي. طيب الحين باقي لنا لاعب الجوله صح؟ ينفع اقول احساسي؟ احساسك انك خسران؟ لا اقول احساسي ولا اي قل بس لا يكون معلومه من نواف الودعان تسوي لي فيها تقول لي احساسي. علمني انت عندك معلومه ولا احساس؟ صدقني نواف ما قال لي ولا شيء. طيب خلاص انا باحساسي، يمكن يكون صح. بخسر. انا حاسس انا اقول بخسر. احساسي إيه؟ لانك انت فرحت كثير في موضوع هدف الجوله إيه؟ وفرحت كمان بعدم نجاح الاخرين، وانا اقول احساسي يقول ان لعب الجوله بتخسر فيه. طب اجل عقب بانوراما احسن، واجل لعب الجوله لبكره. والله العظيم خلينا نشوف يمكن تفوز. خلينا نشوف لعب الجوله. افضل لاعب صراحه زيلايا، افضل لاعب في الجوله لاعب الفتح مراد بتر، افضل لاعب زيلايا لاعب ضمان، افضل لاعب إيميليو زيلايا، افضل لاعب في الجوله ومبدع كل الدوري صراحه مراد باتلر، افضل لاعب في الجوله لاعب زيلايا، افضل لاعب نجم الفتح مراد باتنا، افضل لاعب زيلايا لاعب فريق ضمان، افضل لاعب في الجوله المبدع قروهي حارس نادي الاتحاد، افضل لاعب زيلايا، افضل لاعب في الجوله هو مراد باتنا لاعب نادي الفتح، افضل لاعب في الجوله لاعب ضمان زيايا، افضل لاعب مراد باتنا، افضل لاعب في الجوله حارس نادي الاتحاد قروهي، افضل لاعب في الجوله مراد باتنا، مراد باتنا، افضل لاعب زيلايا لاعب الفتح مراد باتنا، افضل لاعب في الجوله حارس نادي الاتحاد قروهي، افضل لاعب ضمك زيلايا.
رايك بحساسي؟ مفوزين عشان فيه ملامح من كريستيانو بس ولا مو جدا فيه. لا عموما شوف عموما لا عموما يا ابو شديد صراحه يعني نتكلم جد معصوب الراس ويساهم في تحقيق فريقه الى ثلاث نقاط مهمه جدا جدا بالنسبه لفريق ضمك، لذلك يستاهل. وانا الله يهدي لي، انا ما شفت صراحه زين، الله يهدي لي غششني. انت واضح انه واحد غشش الحين اللي غششني مصوت لواحد ثاني، مصوت لاعب ضمك. طيب سؤال عادي نقول اسمه؟ لا لا اللي غشك لا بعدين يزعل علي ترى حساس. لحظه هو قال لك مراد باتنا وراح صوت الزلايا. ايه بس قال لي هو ان في ناس مصوتين كذا وناس كذا، بس انا ما شفت الجوله كلها صراحه. ايه ابو تركي واضح انك ما شفت الجوله كلها. ايه ما شفت الجوله كلها لكن بس عموما ترى صوت واحد كان في نفسه. ايه بس اجمالا يعني زي ما قلت لك ثلاث نقاط مهمه لفريق ضمك، والرجال معصوب الراس ويسجل وهو معصوب الراس ما شاء الله. بس قلت لك في شبه من كريستيانو ولكن ملامح لكن هذا الشيء لا يقلل من اختياراتك الممتازة طول الموسم للأمانة. أكيد. كلمة حق، أنا هذه الأشياء أنا شفتها بعيني حضرتها خبير وشيء إلا في التوقعات تركي دائما يخسر قدام. لا نادر خسرت مرة واحدة مرة خسرت مرتين. كسبتك مرة وخسرت منك مرة. مرة علمت نتيجة المباراة تذكرها حقت الأهلي والقدسية صحيح. إيه أنا أذكرها. شو رأيك؟ أنا معك أبو تركي. زلايا صراحة تركي يمكن من أفضل المهاجمين موجودين في الدوري صراحة. مكسب كبير لضمك. فوزه بتصويت الأفضلية مستحق. ليش؟ لأنه إذا توفق ضمك في المباراة القادمة وبقي في الدوري، أنا أتصور إنه مباراة الباطن هي من أبقت ضمك. وزلايا لعب فيها دور كبير، لعب هداف، تجده في التمركز في استخدام الرأس، حقيقة لاعب يعني من أبرز وأفضل المهاجمين موجودين في دورينا. وأتصور أنا أنه وهي رسالة لكل الأندية، يعني ما ودي أنه صالح بن نخاع أبو محمد يزعل علينا، ولكن هو صراحة اليوم أي نادي يفكر في التعاقد مع رأس حربة ترى اللي قدام عينك وموجود ومتعود على أجواء لاعب بإمكانيات عالية جدا، سواء بقي في ضمك أو انتقل لأي نادي آخر. أنا أتمنى حقيقة مثل هذه النوعية من اللاعبين يبقون حقيقة في دورينا، لأنه يقدم إضافات كبيرة فنية داخل أرضية الملعب. والله انبقى ضمك في الدوري بعد مباراة بكرة، والله خلوه فيه في ضمك. صحيح. نبي بعد ضمك ينافس ويلعب بطريقة ممتازة مثل باقي النجوم. أبو أحمد. أكيد الخيار جيد، لكن أنا في رأيي لو أعطي الجولة أعطيها الجوميز، لأنه حسم دوري مع الهلال، كان لاعب يعني وقت الحسم حضر، فأنا أعتقد أنه ممكن جوميز الهلال، أنا في رأيي الشخصي أنه هو لأنه حسم دوري فيعني هذا. لكن أكيد زيلايا لأنه يعني في منافسة الهبوط، خاصة أن مباراة كانت بالنسبة للضمك مباراة مصيرية. أتفق مع أبو فيصل، اللي يبغى لعيبة في الدوري السنة الجاية عندك فابيو الباطن، الرياحي، الجبلي، إذا الباطن يعني ما استمر، المفترض أنه الأندية تفكر في هذه اللعيبة، لعيبين مميزين، في زلايا، في الشافعي، في أيضا في نادي العين، في لعيبة مناجم، يعني مفترض أني خاصة في الأجانب، أنا ما أتعب أروح أجرب وأخسر فلوسي، عندي اللعيبة المميزين اللي قدموا أداء جيد، يمكن ما أوفق نادي العين، يعني يمكن قلة الخبرة والإمكانيات المادية أو الملاعب، يعني برضو يعني موسمين متلاحمين أكيد أثرت فيه، لكنه كان خيارات الأجانب على أعلى مستوى، يعني نشوف مثلا اللعيبة اللي في العين أو في الباطن أو في ضمك هم بنفس الآن مع جوميز هدافين الدوري، فهذا يعني يدل أنه في خيارات رائعة جدا. لكن بالتأكيد زلايا يستحق نجم هذه الجولة مع جوميز أنا في رأيي. طيب نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، ونرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه. ماجد تويجن، سليمان الجابري، عبد الغني الشريف هم ضيوف هذه الحلقه. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء. نقدم مواجهات الجوله 30 من دوري كاس سمو سيد ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
يختتم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غدا بخوض 8 مواجهات لحساب الجولة 30. القادسية يستضيف أبها على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند 9:00 مساء. القادسية يحتل المركز 12 ويملك 34 نقطة، وكان قد خسر آخر مواجهاته أمام الفتح بثلاثية، بينما يحتل أبها المركز 11 ب35 نقطة، وتعادل في الجولة 29 مع الأهلي بهدف لمثله. في مواجهة أخرى، ضمك يستضيف التعاون على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية عند 9:00 مساء. ضمك في المركز 13 ب33 نقطة، وفي آخر مواجهته فاز على الباطن بهدفين دون رد. أما التعاون ففي المركز 4 ب47 نقطة، وهو كذلك خسر آخر مواجهته بهدف أمام الهلال. في الباحة، العين يستضيف الباطن على استاد مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية عند 9:00 مساء. العين في المركز 16 ب20 نقطة، خسر في الجولة السابقة بهدف أمام الاتحاد، فيما يقف الباطن في المركز 14 ب33 نقطة، وخسر هو كذلك مباراته الأخيرة أمام ضمك بهدفين دون رد. الرائد يستضيف الفتح على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند 9:00 مساء. الرائد يقع في المركز 10 ب35 نقطة، وخسر آخر مواجهاته أمام الاتفاق ب3 أهداف لهدف. أما الفتح فيحتل 7 ب41 نقطة، وتغلب على القادسية في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة. في الرياض، الشباب يلتقي الوحدة على ملعب نادي الشباب عند 9:00 مساء. الشباب في المركز 2 ب54 نقطة، وأسفرت آخر مواجهاته عن فوز على الفيصلي ب5 أهداف لهدف، بينما يحتل الوحدة المركز 15 ب32 نقطة، وتعادل أمام النصر بهدف لمثله في الجولة 29. الأهلي سيخوض مواجهته أمام الاتفاق في ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند 9:00 مساء. الأهلي يحتل المركز 8 ب39 نقطة، وتعادل في الجولة السابقة مع أبها بهدف لمثله، فيما يقف الاتفاق في المركز 6 ب44 نقطة، وفاز على الرائد في الجولة 29 ب3 أهداف لهدف. الهلال يستضيف الفيصلي على استاد الملك فهد الدولي عند 9:00 مساء. بطل الدوري والذي سيتوج نهاية المباراة يقع في المركز الأول ب58 نقطة، وفاز في آخر مواجهاته على التعاون بهدف نظيف. أما الفيصلي فيحتل في المركز 9 ب36 نقطة، وخسر آخر لقاءاته أمام الشباب ب5 أهداف مقابل هدف. قمة النصر والاتحاد ستلعب في مرسول بارك عند 9:00 مساء. النصر يحتل المركز 5 ب46 نقطة، وأسفرت آخر مواجهاته عن تعادل بهدف لمثله أمام الوحدة، فيما يحتل الاتحاد المركز 3 ب53 نقطة، وتمكن من الفوز على العين بهدف في الجولة 29. طبعا 8 مباريات كلها هتلعب في توقيت واحد بكرة الساعة 9، آخر جولة في الدوري. 6 مواجهات مهمة جدا جدا، باستثناء مباراة الهلال والفيصلي. الهلال حسم اللقب، يلعب أمام الفيصلي، الفيصلي ما عليه خوف. مواجهة الأهلي والاتفاق، يعني حتى مباراة النصر والاتحاد غير أنها كلاسيكو، الاتحاد يبحث عن مركز ثاني، فرق النقطي نقطة وحيدة بينه وبين الشباب، والشباب كمان يبغى يفوز على الوحدة عشان يبتعد ويضمن المركز الثاني. شوف، أول شيء أنا بس تعليق سريع على موضوع التحكيم السعودي، أعيده مرة ثانية على اعتبار أنه من يقف على هرم رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل، اللي بالتأكيد نحترمه ونقدره ودنا له بالنجاح، لكن في المقابل مثل ما أنا لو تسألني أنا كإعلامي أبو جديد، عندي أهم ملعب أتمنى له أنه ينجح، أو أهم خانة عندي خانة الحكم المحلي والحكم السعودي، وجود الحكم السعودي ودعم الحكم السعودي، وفي النهاية نتمنى أننا ما نشوف حكام أجانب، كل هذا الكلام نقوله. لكن أول شيء، أنت كرئيس اتحاد سعودي ما يجب أنك تجي تقول موسم ناجح للحكم السعودي، أنت شيء تحت إدارتك ما مفروض أنك تحكم عليه،
أوكي. وبالمناسبة ترى أقوى تكة واجهها الاتحاد السعودي لكرة القدم كلنا نعرفها على مستوى انضباطي، اللي هي تكة المشاكل اللي حدثت على هامش مباراة الشباب والنصر، وفشل الاتحاد السعودي وفشلت لجنة الانضباط من خلال القرارات اللي صارت، بدليل أنه سمو الوزير حط عليها قرارات إضافية. لو أنه مقتنع أنه الاتحاد السعودي وتحديدا لجنة الانضباط داخل ألورقة الاتحاد السعودي قامت بدورها على أكمل وجه، كان ما صار في عقوبات تغليظية من قبل وزارة الرياضة. ممكن أنت تقول وش جاب ذا الحكي كله وإحنا نحكي عن المباراة. أنا أقول بكرة مباريات مصيرية. شفنا يجيني مثل عمر المهنة من قبل يقول لي في ظل قبل ما يبدأ الموسم، في ظل وجود الفار لن يكون هناك حضور للأخطاء المؤثرة. أقول له لا، الفار موجود وراح يصير فيه أخطاء مؤثرة. هو بخبرته التحكيمية قال لي أنا غيرت رأيي، برابو عليك، فعلا صار أخطاء مؤثرة. لذلك أنا أقول أنه حرام أنه مثلا ضمك ينزل ولا القادسية تنزل ولا الوحدة تنزل بخطأ صافرة. والسؤال الأهم يا أستاذ ياسر المسحل، إذا أنت تراهن وتقول وتؤكد بأن الحكم المحلي كان ناجحا لهذا الموسم، أغلى نهائي كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، إذا عندك ثقة أنهم ناجحين كان توجت ثلاثة منهم أو عفوا أربعة منهم ما بين حكم رئيسي وحكام مساعدين وحكم رابع يكونوا موجودين في النهائي. ليش جبت قبل البارح حكام أجانب إذا أنت مقتنع؟ خاصة وأنه برضو الفريقين الموجودين لهم احترامهم وتقديرهم، لكن ممكن يساعدون الحكم السعودي على النجاح، ما هم فرق جماهيرية ولا فرق إعلامية. إجمالا معلش المداخلة دي في خاطري، كان ودي أقول هذا الكلام وأرجع وأقول وأكد أننا إحنا كإعلام سعودي، أنا أتكلم عن نفسي ماجد توجي، أهم ملعب أتمنى أنه ينجح الحكم السعودي، لكن لا تجي تقول لي أنه ناجح وهو مو بناجح. عندك أخطاء مؤثرة ما في ولا نادي بما فيها الرائد اللي فهد مطوع على هذا الكرسي قال إني لن أتحدث عن التحكيم، صدروا بيان، ما تحدثوا بس في النهاية صدروا بيان وكلنا نذكر وكل الأندية اعترضت واحتجت. فعلا مباريات قوية زي ما غششنا أبو فيصل اللي هي الأهلي والاتفاق، يعني ما نقول تحصيل حاصل لكنها مباراة للتاريخ فقط. ونفس الشيء بالنسبة للهلال والفيصلي، الأمور محسومة، النصر والاتحاد زي ما قلتوا على المركز الثاني والثالث. أرجع وأقول بأنه المباريات بكرة راح تحدد، والصافرة مهمة أن تكون بكرة لا تحتمل أي خطأ، لأنه من الظلم جدا أن يغادر أي فريق مع الفريقين اللي حيغادرون مع العين. نتمنى أنه ما يكون في فريق يغادر بخطأ تحكيمي. أبختم في أنه الهلال عوايده فريق بطل، شكرا لإدارة الفيصلي وإدارة الهلال. بكرة سمعنا أنه هذولا بيسوون ممر شرفي للهلاليين، والهلاليين برضو بيسوون ممر شرفي للفيصلي. إدارة بكل احترافية تتنازل بكرة ليلة زرقة، تتنازل عن المقاعد في مدرجات استاد الملك فهد حق جمهور الفيصلي لجمهور الهلال. يمتعنا إن شاء الله الهلال بكرة بحفل يليق إن شاء الله، بالتوفيق لكل الأطراف اللي لها علاقة بالحفل بكرة. أنا بقول قبل ما أدخل على تركيا على مواضيع المباريات النهائية نعتبرها، بس على نقطة التحكيم، أنا أتصور إنه أغلب أو النظام السائد الآن عندنا إنه الأندية هي اللي من تطلب. فالسؤال هل الأندية طلبت حكام أجانب؟ اليوم الخيار بالنسبة لك أنت كنادي، أنت من تختار طاقم أجنبي؟ ما أعرف، ما عندي معلومة هل في أندية طالبت خلال الفترة الماضية، يمكن الأيام الماضية، لأنه هي في فترة تقريبا 15 يوم تقريبا عشان تطلب فيها حكم، فما أعرف هل إدارات الأندية طلبت أو لا. لكن شوف اليومين الماضية كان في عملية تحفيز غير طبيعية، يعني أنا اليوم أقرأ خبر لتدريب ضمك، حاضر فيه سمو أمير المنطقة والفنان الكبير محمد عبده، صحيح، في القادسية إعلانات التحفيز للجماهير ومبادرات دخول الجماهير موجودة في كل شوارع الخبر، ويمكن عدد من الأندية عملت على عملية التحفيز، وهذه ترى عددا نشاهدها في كثير في المواسم، مباريات الحساسة والهامة يكون فيها مكافآت مضاعفة، يكون فيها تحفيز نفسي تحفيز معنوي، لأنه أنت وصلت لمرحلة
يعني مرحلة ختام، خاصة اليوم لما نتكلم على دائرة الصراع عندنا نتكلم على 7-8 أندية، وبالتالي حيكون في صراع كبير. ترى على فكرة صراع، وارجع أكرر وقلتها مع بوجود في حلقة ماضية، في فرق بين صراع وبين منافسة. دائما فرق القاع صراع على الهبوط، والمنافسة تكون في المراكز المتقدمة. المباراتين المهمة تصور الوحدة والشباب، الشباب يطمح إلى إنه يحافظ على تقدمه كثاني الترتيب والحصول على مركز آسيوي. لا تنسى إنه فرصة المقعدين الباقية، الهلال الأول والفيصلي كبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم أصبحت المنافسة على المركز الثالث كدخول مباشر، وبعدين تلعب كفريق رابع على نص مقعد، لأن الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 3 مقاعد ونص. فبالتالي أتصور أن مباراة الشباب والوحدة حيكون فيها تنافس كبير، فريق يعني يبغى يصارع عشان يبقى، وفريق يبغى ينافس عشان يحصل على المركز الثاني. المباراة الأخيرة أنا أتصور مباراة، هذه المرة ما هي مسألة مباراة يعني كلاسيكو بين الاتحاد والنصر، المعطيات مختلفة. الاتحاد يبغى يفوز ويحصل على المركز الثاني، ولا تنسى خلال السنوات الماضية حقيقة كان في تنافس كبير بين مباريات الاتحاد والنصر في أرضية الملعب، يعني حقيقة دائما أو في السنوات الأخيرة تنافس كبير جدا بين الفريقين، وأحيانا يعني تخرج بعض التصرفات يعني خارج عن النص. أتمنى حقيقة مباراة الاتحاد والنصر تحديدا، لأن المباريات الأخيرة أنا شايف في النصر تحديدا في حالة توتر عالية جدا. هي مباراة أنا أتصور أنها ما تعني كثير للنصر كمركز متقدم، ولكن نأمل حقيقة أنه يعني نرجع لأيام الكلاسيكو الجميل بين الاتحاد والنصر، وكرة حقيقية داخل أرضية الملعب مع كامل الأمنيات والدعوات لجميع الفرق. يعني والله اليوم لو أنت تجي تسأل أي متابع رياضي يقول لك ما يبغى أي فريق من 16 فريق يهبط، ولكن هذا نظام البطولة. نتمنى للفرق جميعا التوفيق، من يبقى فهو يستحق، ومن يغادر إن شاء الله أنه بيعود في أقرب فرصة. أبو أحمد، شوف أنا قبل هذا بس يعني في ملف الحكام كلمة بسيطة بس فقط. أنا كنت أتمنى من الأستاذ ياسر مسحل أنه ما يكون تصريحه هذا، لأنه تصريح يعني أساء للحكام أكثر من إيجابية. كان ممكن يقول أنه مثلا كان في أخطاء، كان في بوادر إيجابية، كان ممكن أنه يعني يقول أنه في أخطاء نحاول إحنا نعدلها، نحاول أن نتلافاها في الموسم المقبل. هذه الأشياء الجميلة. أنا أعتقد أنه أسوأ تقييم للجنة الحكام ولجنة الانضباط هذا الموسم. في المقابل لابد إحنا نقول شكرا يعني رابط الدوري المحترفين، يعني بصراحة كل العاملين فيها من الأستاذ عبد العزيز الحميدي، يعني الأستاذ مهند الحواس، الأستاذ أحمد الراشد في لجنة المسابقات، قدموا عمل رائع جدا، يعني شباب متميز. يمكن يعني الموسم هذا ما كان فيه يعني حتى ملاحظات على لجنة المسابقات يعني لا تذكر، يعني كان فيه عمل منظم. نقول لهم شكرا، ونتمنى ان شاء الله ان الختام يكون بكره رائع جدا. للحكم السعودي احنا بالعكس يعني نتمنى الحكم السعودي يكون دائما في المقدمه وفي الحضور الاجمل، لكن لا يمكن احنا يعني نشوف كل هذه الاخطاء ونقول الحكم السعودي قدم هذا الموسم عمل جيد. انا اشوف يعني حتى ابو فيصل بيتكلم انه الانديه ليش بتطلب، برضو نتكلم على المبالغ الماليه 175,000 نبغى اطلب طاقم حكام اجانب، يعني بصراحه مكلفه جدا في لبعض الانديه، واحنا نشوف مع كورونا يمكن المداخيل خفت كثيرا جدا. لكن كنت اتمنى انه يعني زي ما قال ابو تركي، يعني اذا انت شايف انه الحكم السعودي كان الافضل كان حطيته في مباراه النهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن ما فيها حزازيه حتى تنافسيه يعني بين الجماهير، كان ممكن يعني تكريم للحكم السعودي. لكن هم شايفين انه الحكم السعودي اكيد الموسم هذا كانت فيه اخطاء كثيره، فيه انتقادات، نتمنى ان شاء الله نتعدل في الموسم الجاي. بالنسبة للهبوط، أنا لما نقول لك الوحدة 90%، لأنه من سوء حظ الوحدة أنه مباراة الشباب يبحث عن الفوز، لأنه يبحث عن المركز الثاني، ومن الصعب جدا أنه كان بينافس على الدوري ويرجع المركز الثالث ويدخل حتى في الملحق الآسيوي، فهو يبغى يحسم هذا الملف. حتى فوز الوحدة مرتبط بخسارة ضمك والباطل، يعني حتى فوزه برضو بيدخلوا في مشاكل كبيرة جدا. أنا أشوف أنه الوحدة 90% طرف أول حيكون مرافق للعين، يبقى فوز ضمك وفوز الباطن حيضع القادسية بشكل أكبر تحت الضغط، لأن القادسية والأبها
الاثنين ممكن حيدخلوا في الدائره. القادسيه لو خسر مع فوز ضمك وفوز العين القادسيه حيودع مع الوحده، وبصراحه حيكون صدمه للقادسيه، لانه بصراحه والله فريق كان جميل جدا هذا الموسم، يعني من الفرق الثابته في الدوري، لكنه ما عرف يتعامل بشكل جيد. لكن في المقابل ابها ممكن حتى يدخل الدائره، لكن انا اشوف حتى بالنسبه للرائد حسابيا موقفه سهل جدا، يعني حتى لو خسر او شيء، لانه الوضع صعب جدا في نادي الوحده. يبقى المركز الاخير انا اشوف بين ضمك بين الباطن بين القادسيه، لكن فوز ضمك والقادسيه حيث ضمك والباطن حيجعل الصعوبه جدا على القادسيه، لانه مرتبط، يعني خساره الابها حتدخله في المعمعه، فوز ضمك فوز القادسيه حيدخله في المعمعه. لذلك انا اتوقع انه الجماليه حيكون فيها، ويمكن خسارة أنه ما حنشوف المباريات حتكون على اليوتيوب، وأنا أتمنى كنت يعني برضو من القنوات الرياضية تفتح مساحات، يعني حتى في بعض القنوات أنه تنقل فيها المباريات، لأن المباريات حساسة للأسف. المباريات المنقولة على اليوتيوب هي اللي حتكون أكثر مشاهدة، خاصة أنه المباريات الأخرى يعني تقريبا محسومة بشكل أكبر. طيب احنا مكملين في كورة، بس نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، ونرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه، ماجد وجد، سليمان الجابري، عبد الغني الشريف هم ضيوف هذه الحلقه. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء مباشره لابرز الاخبار في الساحه الرياضيه السعوديه. شوت. ينظم المنتخب السعودي تحت 20 عام معسكرا إعداديا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال فترة أيام فيفا المقبلة، والتي تنطلق في 31 من الشهر الجاري وحتى 15 من الشهر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها في أواخر يوليو المقبل. ودع الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الرئيسية حكام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أبلغه الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم تجديد عقده الذي بدأ في منتصف سبتمبر 2019. أسفرت قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب مساء اليوم السبت، أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني تحت 20 عام في المجموعة الرابعة، وتضم المجموعة الرابعة إلى جوار المنتخب السعودي تحت 20 عام، كل من المنتخب التونسي والمنتخب اليمني ومنتخب الرابع يحدد لاحقاً. تبادل فريقا الفيحاء والفيصل التهاني بعد صعود الأول إلى مصاف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الثاني لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، جاء ذلك خلال استقبال عبد الله أبانمي رئيس نادي الفيحاء السبت فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، حيث قدم المدلج التهنئة بصعود الفيحاء إلى دور المحترفين، وعبر أبانمي عن تقديره لهذه المبادرة، وقدم التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيصلي وكافة أعضاء شرفه ومنسوبيه وجماهير النادي بمناسبة تحقيقهم كأس خادم الحرمين الشريفين. أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم السبت اليوناني دونيس مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم لمدة شهرين، وغرمته مبلغ 60,000 ريال بسبب مشاركته غير القانونية في مواجهة فريقه أمام النصر في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كما قررت اللجنة إيقاف الإسباني بوتيا محترف فريق الوحدة مبارتين وتغريمه مبلغ 20,000 ريال بعد ارتكابه سلوك مشين تجاه لاعب النصر، إضافة إلى تغريم نادي الوحدة مبلغ 10,000 ريال بسبب حصول 6 من لاعبيه على إنذارات وطرد خلال مواجهة النصر. كما أوقفت اللجنة باسم العطلة حارس الوحدة مبارتين بعد اعتدائه على مسؤول من فريق النصر. وصلت ديون نادي الاتحاد إلى 200 مليون ريال ما بين رواتب متأخرة وقضايا ومستحقات للاعبين ومدربين، ونجحت إدارة النادي في تخفيضها من 450 مليون ريال حتى 200 مليون ريال بمساعدة وزارة الرياضة التي أوفت بالتزامها المتفق عليه مسبقاً،
إضافة إلى أن إدارة أنمار الحائلي خفضت جزءاً كبيراً من تلك المبالغ عن طريق سدادها أو جدولتها. طبعاً هذه أبرز الأخبار في الساحة الرياضية السعودية، مكملين في كورة، بس نروح لفاصل أخير ومن ثم نعود. حياكم الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة، احنا وصلنا للختام. ماجد توجير شكرا جزيلا لك. شكرا مشتيد. وفيصل سليمان جاب شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا مشتيد، وشكرا للحبيب أبو تركي والأبو أحمد حبيبنا اللي في جدة، اللي مشتاقين لجدة، إن شاء الله نزورهم قريب. إن شاء الله إن شاء الله. عادي بحار الحين، هذا وقت جدة الحين. أبو أحمد عبد الغني الشريف شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا لك أبو مشتيد، وشكرا للجميع. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة، بكرة إن شاء الله موعدنا الساعة 11:30 في أمان الله. من مسار الليل لأطراف النجوم، ومن ضحوك الفجر لين آخر مدى، تبتسم لك يا محمد كل يوم، أرضك وتنبت صياهدها خضار، وتحت ظل الشمس والوضع محسوم، وفي السماء والأرض أو فوق البحار نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم، ونكتب اسمك حب وامجادك شعار، نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم يا محمد، ونكتب اسمك حب وامجادك شعار يا محمد يا محمد يا محمد. حنا من مسار إلى مسار، من عزومك عرفت كبار العزوم، ومن بداية رؤيتك يبدى النهار، يا بشاير خير وعلومك علوم يا محمد، المطر يشبه وحلامك كبار، نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم يا محمد، نكتب اسمك حب وامجادك شعار.